خائف على أولادك من خطر الإنترنت؟ حاول أن تتعلم كيف تحميهم وتعرف في أي شيء يستخدمونه، ومن الممكن تنزيل برامج حماية تسجل كل تحركاتهم. ويا ليت لو تضع الكمبيوتر في مكان مفتوح خارج غرفهم وتحدد لهم مواعيداً وقواعداً لاستخدام النت. والأهم أن تتقرب منهم وتتعرف على أصحابهم. أمنوا سلامة أولادكم ولا تغفلوا فضولهم.